تعال نروح لحسام حسن والمدربين وابراهيم حسن. طب تعال نشوف هو بيقول ايه، بس وارجع اعلق في قناه الحياه قال ايه بعد ماتشات الزمالك، لان الوضع حساس ده حسام وابراهيم جم بعد الكابتن حسن شحاته او ماتش الداخليه، وهتكلم بقى على معظم مدربي مصر. تعال نروح ونرجع لكم تاني. حسيت في الشوط الثاني في التلت الاخير كمان ان الزمالك هو اللي ناقص لعيب مش الداخليه، وبعد كده يعني فعلا نادي الزمالك دي مشكلته، او ان يعني لما بيوصل لحاله ان هو زي البطوله السنه اللي فاتت راحت بالطريقه دي، اللعيبه ما صدقتش ان هم اول في اول الدوري، والدوري فضل عليها ماتشات قليله، والدوري اتحسم بعد فتره طويله حوالي 6 سنين. هي دي مشكله نادي لعيبه نادي الزمالك، زائد يمكن الخبرات اللي موجوده في الملعب في نادي الزمالك برضو قليله من وجهه نظري. يعني لو قلنا عبد الواحد كابتن فرقه ده حارس مرمى، لكن شيكابالا سنه صغير، لكن محتاجه قياده من خارج الملعب تحس ان انت يعني تحسس اللعيبه ان هو المحافظه على النتيجه مش المحافظه على في 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 ظل فريق ناقص لاعب المفروض يبقى الاداء احسن. في نفس الوقت الجمهور مش هيرضى اكتر من اللي اتعمل اقل من اللي اتعمل في الشوط الاولاني، في ظل فريق بقول قبل الاخير ما عندوش غير مكسب واحد في الدوري، فده كله برضو بيدي انطباع قلة ثقة في الفترة اللي جاية ان للجمهور ان في لعيبة لسه ما وصلتش لطموحات الجماهير نادي الزمالك. قاعدة لعيب نادي الزمالك على في سنين طويلة ان لما يكون هم كويسين الظروف تبقى كويسة بيحصل عملية اللي هو الاسترخاء، ما فيش اللي هو الحرص ان انا لازم ابقى كويس على طول. يعني يعني طبعا مش عارف اقارن بين انديه ثانيه، بس هو هي دي مشكله نادي الزمالك ومشكله لعيب نادي الزمالك على مر التاريخ، ان هم لما بيتمكنوا بتحصل حته انه خلاص استهتار غريب جدا، ما بيبصش لقدام، هو بيبص لتحت. هي طبيعه لاعب يعني، طبيعه لعيب، فبيبص تحت رجليه. المفروض ان انت تتاكد على الماتش دوت تطلع بشكل كويس عشان خاطر المستقبل، عشان خاطر الماتشات اللي جايه، تدي انطباع للفرق الثانيه وتدي انطباع للناس وجمهورك ان هو دوت اداء هيبقى كده، ان انا ما عنديش تهاون الفتره اللي جايه عشان اوصل لبطوله. فهي مشكله لعيبه الزمالك بيبقوا كويسين، النتيجه بتبقى في صالحهم، الفريق اللي قدامهم بصرف النظر قوي او ضعيف ما بيستغلوش الفرصه ديت. على فكره يعني كلام طبيعي، اي يعني دي وجهه نظر كابتن حسام وكابتن ابراهيم، كان في يوم من الايام كانوا مدربين نادي الزمالك وادرى بلاعيبتهم، ولكن هي اللي بيحصل نوع من الحساسيه من وجهه نظري ان كابتن حسن جه بعد كابتن حسام وابراهيم، فاكيد هيكون في نوع من الايه الزعل بعض الشيء. قبل كده برضو قالوا كلام اقوى من كده على التشكيل والتغييرات وبتاع، وده من حقهم كمحللين وفي مباراه الزمالك والمصري او مباراه بتروجيت، الزمالك وبتروجيت، مش فاكر الزمالك والمصري ولا مش المهم، يعني مش دي القصه. القصه اللي عايز اطرحها ان دلوقتي الكابتن فاروق جعفر مدرب ومحلل، كابتن طارق يحيى مدرب ومحلل، كابتن حسام حسن وكابتن مريم حسن ما مسكوا الزمالك سابوا قناه النيل الرياضه عشان يركزوا مع الزمالك، دلوقتي هم محللين في الحياه ومدربين في المصري. كابتن طلعت يوسف قال لك انا عايز اسيب ميلودي بعد ما مضى معاهم عشان خاطر ان هو ضرب هيمسك المقاولين، فقالوا له لا لازم تيجي تدرب. وفي مدربين، انا مش عايز انسى حد، يعني في مدربين كتير، كابتن حسن شحاته متعاقد مع قنوات وخلال اسبوع هيطلع برنامج اسبوعي. كابتن شوقي غريب ساب الحياه بعد ما مسك سموحه. في ناس يعني مش عايز اقول لك، اشرف قاسم ساب مودرن بسبب انه ماسك تليفونات، في ناس مش عايزه وفي ناس عايزه. ولكن هنا فكره يا جماعه، هل يعقل ان انا دلوقتي في بلد ما فيش شغل لناس كتير قوي، ان انا ربنا يزيد ويبارك، بس هل يعقل ان مدرب، تعرفوا ان في بعض المدربين يا جماعه بيغيروا ميعاد التدريب عشان في ماتش هيحلله، يخلوا الماتش التدريب الصبح عشان عنده ماتش بعد الظهر. تخيلوا في مدربين بتخلص الماتش وتجري عشان تلحق تروح برنامج او تحلل، هل ده منطق يا جماعه؟ زامبيا كسبانه السنغال 2-0، يعني ده مفاجاه. المهم ايه الفكره دي؟ وايه فكره رؤساء الانديه اللي موافقين؟ وغير كده يعني كابتن حسام مثلا وكابتن ابراهيم جم حللوا،
كابتن فاروق مثلا هيروح يحلل بكره فرقه ثانيه، كابتن طارق يحيى هيروح يحلل فرقه ثانيه. طب كابتن طارق يحيى لسه مغلوب 3-1 مثلا من في ماتش اللي فات من سموحه، وكابتن مثلا حسن شحاته اتعادل في بتروجيت، وكابتن مثلا حسام حسن ربنا كرمه وكسب الماتش الاولاني، مش عمره ما هيكسب على طول، لكن تاني يوم هيجي يحلل. طب ما هو ممكن انت دلوقتي لا كان المفروض ينزل ده، كان المفروض يعمل. طب ما انا شايفك امبارح مغلوب مثلا او عملت تغييرات غلط. طب مين ادرى واحد بالفريق؟ ادرى واحد بالفريق هو اللي عايش معاه وشايف ده جاهز وده مش جاهز وده يلعب وده غاب وده ما غابش وده مين اللي يلعب وده مين اللي يغير، لان كره القدم ما فيهاش صح 1+1=2. يعني ممكن اعمل تغيير من وجهه نظري صح يبقى غلط، ومن وجهه نظر المحلل غلط يبقى صح، وممكن يعني هي كره القدم ما فيهاش. ممكن واحد ينزل يجيب جنين يبقى المدرب عالمي وجامد. فهنا السؤال ان احنا نقعد احنا كمدربين هنقعد نقيم بعض وكلنا بنتغلب وكلنا بنكسب وكلنا بنتعادل ودي رياضه، هنقعد نقيم بعض. وكمان في الاتحادات الكوره برضو الاعضاء اتحاد الكوره اللي في الفضائيات، ايه ده؟ ايه المعنى ده؟ ويجي بعضهم يقول لك لا لازم لا مدير فني لا 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 تبقى في لا تبقى لا, لا تبقى في الـ في الاعلام زي مصطفى يونس زي وليد صلاح وزي والنادي الاهلي لكابتن زيزو، لا ما تحللش اداء لعيبه الاهلي، حلل فريق تاني لو عايز تشتغل عندي. والكابتن الخطيب ماضي في عقده في القناه دي ان محدش يتكلم على الاهلي وحش. ابراهيم يوسف طلع قال لك مش هحلل ماتشات الزمالك بعد ما رجع عضو مجلس اداره. ايه الازدواجيه في الحاجات دي يا جماعه؟ هقول ده منطق. ويجي مدرب يقول لك ده نام بدري، ما تروحش ما تطلعش للاعلام، ممنوع تتكلم مع الاعلاميين، بس انا هتعاقد، انا عندي تحليل ماتش، انت لا انت لازم تركز. مين اللي رب الاسره اللي يركز اكتر؟ اللي اللعيب اللي مسؤول عن نفسه ولا المدرب المسؤول عن 25 لاعب او اكتر كمان؟ نطلع لافتتاح